مرحبا طلابي، أهلا وسهلا فيكم بحصة جديدة من مادة اللغة العربية. اليوم حصتنا رح تكون كمان عن حرف الدال مثل ما أخذنا بالحصة السابقة. بهيدا الفيديو رح أشرح لكم كيف الأصوات الطويلة والأصوات القصيرة لهيدا الحرف، كمان عنا النشاط بنهايته. لنبدأ سوا. د اسمها الدال وصوتها د. هلأ بدي منكم تحضروا حالكم، يا تحضروا ورقة وقلم أو تحضروا حالكم لتكتبوا بالهواء أو تكتبوها على التراب. تعلم كتابة حرف الدال على اللوح. رح أعلمكم الأصوات الطويلة والأصوات القصيرة لحرف الدال. فإذا حرف الدال يكتب هكذا: خط مائل وخط على السطر. هذا صوت ده، منحط فوقه شحتة صغيرة، هيدي الفتحة وقت نقول ده. هيدي صوت قصير لأنه شوفوا كيف طلعت من عند من تمه ده. بينما إذا بدها تكون صوت طويل منحط حرف الده ومنحط ألف. دا، شفتوا كيف صوت طويل دا؟ فإذا دا صوت قصير فتحة، دا صوت طويل وألف. نجي هلأ على الكسرة دي. الكسرة بيجي خط صغير تحت حرف الدال، بيصير الصوت دي دي كسرة. إذا بدنا نعمله نحن صوت طويل، لأنه هيدا صوت قصير، إذا بدنا نعمله صوت طويل يكتب هكذا: د وحرف الياء، دي. لاحظتوا؟ دي كسرة، دي دي صوت طويل. عندنا صوت كمان لحرف الدال هو دو دو، ما يسمى بالضمة. لاحظوا انتو حركة شفاه دو. حرف الدال وهنا الضمة دو. هيدي صوت قصير، بينما إذا بدنا نعملها صوت طويل بتصير دو. لاحظتوا؟ دو. وهلأ نحن رح نعمل شوية تطبيقات، هي كم لعبة صغيرة حنلعبها سوا، بس بدكم تساعدوني فيها. عندنا نحن هلأ صندوقين، هيدا الصندوق للدال في نهاية الكلمة، وهيدا الصندوق للدال في بداية الكلمة. يعني أنا أول ما بسمع الكلمة ببدايتها حرف الدال حنزت الشيء نحطه بقلب الصندوق، وإذا منتهية بحرف الدال رح نحطها بهيدا الصندوق. لينا رح فرجيكم أنا الأشياء وإنتوا اللي بدكم تحددوا وأنا سمعانتكم. هذه دمية، دمية. أول حرف نحن عم نرسم شو هو؟ أحسنتم، حرف الدال. فإذا الدال بكلمة دمية في بداية الكلمة أتت، بأي صندوق نحطهم؟ أكيد بهيدا اللي اتفقنا عليه، دمية. ما هذا؟ دب. أحسنتم، دب. دال أتت في أول الكلمة. أحسنتم، في هذا؟ لا أكيد في هذا الصندوق. والآن سنرى ما هذا؟ إنه ملك الغابة. من؟ الأسد. أحسنتم، فإذا هذا أسد. أين أتت الدال؟
ممتاز، في آخر الكلمة. أين هو الصندوق آخر الكلمة؟ أحسنتم، هذا. فإذا نضع الأسد في صندوق ما يحوي حرف الدال في آخر الكلمة. وهذا ما نكتب عليه. ما هذا؟ دفتر. أحسنتم، هذا دفتر. جنين، من الدال في أول الكلمة والدال في آخر الكلمة، فلنضعه في الصندوق. والآن انتهت الفترة، وهلأ وصلنا لنهاية الحصة. فإذا حكينا عن حرف الدال وأصواته، وحكينا حرف الدال بيجي بأول كلمة وبآخر الكلمة. بدي منكم هلأ ترجعوا تعيدوا بالبيت وتراجعوا لقلت لكم إياهم، وهلأ بالأخير رح نسمع غنية سوا أنا وياكم عن حرف الدال. باي. وهيك بتكون انتهت حصتنا لهيدا اليوم، نلتقي في حصة قادمة. إلى اللقاء.